مش فاهم فين المحطات اللي عليها الماتش. يعني انت لما تقعد تمسك الريموت وتفعص فيه كده المحطات اللي عليها الماتش هتطلع من الريموت؟ ماتش ايه؟ احنا مش عايزين ماتش، هات لنا مسلسل رومانسي نقعد نتابعه ونتمزج. ماتش ايه؟ ماتش مصر يا ماما، مصر يعني حسن شحاته، يعني يا حبيبتي يا مصر يا مصر. يا عم الفدائي احنا رايحين نحارب يا ابني. استني بس يا سناء استني، انا مش فاهم ايه كميه المحطات اللي كل يوم محطه تفتح محطه تفتح، وبعدين يا ريتهم بيذيعوا حاجه، ده على طول بيذيعوا اعلانات. ما هو ده السبب الحقيقي الكامن في كميه القنوات العالميه اللي افتتحت، التربح من وراء الاعلانات الكثيره اللي بتبقى على القنوات دي. يعني انت قصدك مثلا ان الاعلانات دي بتدخل مكسب كويس للمحطات؟ بينشر يا عادل، انت مش مصدقات خالص بقى. انت عارف الاعلانات دي اللي هي بتيجي في التلفزيون بتكسب فلوس قد كده؟ انت عارف الثانيه او ال 30 ثانيه في الاعلان بتجيب قد ايه فلوس؟ كده كده بجد. يا سلام لو كانت قناه من القنوات المقفوله اللي احنا بنسمع عنها ومشترك الشهري دي، يا سلام بياخدوا هوبر هوبر. طيب ايه رايكم نفتح محطه؟ تفتح انت لاقي تاكل ايه اللي افتح محطه؟ انت عارف تكلفه المحطه قد ايه؟ وبعدين حتى لو فرضنا عرفت تفتح محطه هتجيب منين مذيعين ومخرجين ومصورين ويلخ لخ لخ؟ وليه اجيب كل الناس دي؟ امال انتوا قاعدين معايا بتعملوا ايه؟ طب المكان اللي هم بيصوروا فيه اللي اسمه الاستوديو ده هتشتريه بكام؟ لا اشتري ليه واجره ليه اساسا؟ ما الشقه موجوده يا ماما. بس عايزه اقول لك حاجه يا عادل، اللي مشروع حاجه زي كده لازم لها فلوس كتير قوي. ده هم بس مطلعين الاشاعه دي عشان مش اي حد يتقدم ويفتح محطه، لكن الحكايه كلها عباره عن ايه؟ كاميرا وكام لمبه 30 فولت واكشن وستوب اكشن وستوب وخلاص. يا سلام وكاميرات واضاءه وعصيان، حاجات حلوه قوي عندك صراحه يعني. وانت عرفت طريقي منين بقى يا استاذ عادل؟ يا استاذ ده انت اشهر من نار على علم، يعني حد ما يعرفش الاستاذ سرياوسي كرين ده اصغر عامل اضاءه، يعني حضرتك اول ما اساله بس اي عيل يقول لي انت فين. ارجوك بلاش المجاملات اللي بسمعها كل يوم ألف مره. ايه مصلحتك يا استاذ وبسرعه؟ انا عندي 50 اوردر تصوير وعايز اقلبهم خلص. حضرتك يعني انا ناوي ان شاء الله افتح قناه جديده باذن لا حضرتك انا مش هفتح قناه كوميدي، يعني دي قناه منوعات يعني وافلام بقى ومسلسلات وبرامج رياضه ونشرات اخبار. مش معقول انت بتضحك يعني؟ انت اكيد بتهزر كل ده. معلش اعذرني يا استاذ عادل، انا مش قادر امسك نفسي. حضرتك انا مش فاهم ايه اللي بيضحكك يعني. يا حضرتك ده املي من زمان ان انا يبقى عندي المحطه دي يعني. كفايه هزار بقى، نتكلم جد شويه. اتفضل. انت عايز العده بتاعتي تاجرها عشان ايه؟ زي ما قلت لحضرتك يعني عشان هعمل القناه بتاعتي دي وهبث ان شاء الله، يعني تبقى قناه بقى واسعه وكبيره جدا تبث. طيب وعلى كده معاك فلوس علشان حجز القناه الفضائيه على القمر الصناعي؟ لا واحنا ايه اللي طلعنا القمر الصناعي وبرد بقى وتراب على القمر وبتاع؟ لا حضرتك بص انا هعمل ايه؟ وصلات، والوصلات دي الناس لبعضيها طبعا. قشطه. وصلات بلدي يعني من الاخر. اهو بلدي افرنج، المهم المحطه دي تشتغل ويجيلي عليها اعلانات كتير بقى. شوف يا استاذ عادل، انت تعمل اللي انت عايزه، انا ما يهمنيش هتعمل ايه بعده التصوير اللي هتاجرها من عندي. كل اللي يهمني الايجار. لو الايجار ما وصلش في ميعاده تاني يوم هتلاقي البوليس عندك في البيت مقتحم عليك اوضه نومك ويخدروك بغاز مسيل للدموع ويغموك. حضرتك واضح انك انت يعني الحاجات اللي بتصوروها بتندمج فيها قوي يعني. كل شويه تقلب من كوميدي على تراجيدي على اكشن يعني. ما شاء الله. حضرتك ما تقلقش خالص، انا كل حاجه في ميعادها باذن الله. وعلى كده معاك ايجار اول شهر ولا هتستلفه؟ لا استلف ايه حضرتك، انا بس يعني كنت عشمان فيك ان انت تديني العده اول شهر بس مجانا يعني لغايه اما ربنا يكرمني وبعد كده ابقى اسدد لك يعني. ايه مجانا؟ انت دخلت على حسين رياض ولا ايه؟ مجانا ليه يا ابني؟ ليه تعمل فيا كده؟ مجانا ليه؟ كنا اصحاب ولا قرايب؟ ها؟ ولا كنا مع بعض في كي جي 2 واحنا صغيرين؟ ما تضايقش نفسك، فلوسك هتوصل لك قبل ما اخد العده. وأنا يا ابني مصدق. يا جماعة أنا جامعكم النهاردة. بص يا أستاذ قصر وهات من الآخر، عشان أنت كل مشاريعك من ساعة معرفتك وهي فشلة. يا سلام،
ومشاريعي فاشله ليه؟ انا بتعامل مع ناس مش فاهميني، انا تفكيري سابق عصر بكتير يا ماما. ما انا عارفه انت الناس هتفهمك كمان 10 سنين، ما انت اينشتاين. معلش يا بيبي، اصل المجتمع ده ما بيقدرش قيمه العبقري غير بعد زوال الفوان. بعد زوال الفوان يا سيدي. عموما ما علينا ما علينا، انا جامعكم عشان اوزع عليكم الادوار يا اخوانا. وايه لازمتها لسه التوزيع دي؟ ما كل حاجه معروفه. طبعا انا عارفه ان انا احسن وجهه للقناه، فانا اللي همسك القناه وانا اللي هذيع عشان انا احلى واحده في البيت ده. قمر يا حبيبتي، قمر 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 يا جماعه، والله بجد 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 يا سناء انت قمر جدا جدا. وانا عندي اقتراح، انت ممكن تقدمي بروجرام الباحثات عن الزواج المعنسات. قصدي كده يا رانيا؟ على فكره ما اقصدكيش، انا بتكلم عن الباحثات عن الجواز. بحسب يا رانيا، ما ينفعش اساسا ان سناء تطلع قدام الكاميرا. سناء انا ممكن امسكها الاضاءه بحيث نديها سلكه موجب وسلكه سالب ونحط الفيشه. طب بس انا بينشير بقى متاكده انك انت هتخليني ان انا امسك بقى الستايل والفاشن والموضه، علشان انا اكتر واحده من الموجودين هنا تفهم في الحاجات دي. طبعا انا عارف طبعا يا حماتي، بس انا عايز استغلك احسن من كده، وليكي عندي دور مهم جدا. ميرسي بوكو يا عادل، عشان انت عامل موثوقات فيا كده قوي قوي. طبعا موثوقاتي فيك كبيره، وعشان كده ان شاء الله دورك هيبقى ان انت هتقفي على باب الاستوديو، ممنوع حد يخرج ولا حد يدخل خالص. انا بقى هقدم برنامج الطبخ زي ما وعدتني، صح؟ طبخ ايه يا ماما؟ واحنا لاقيين ناكل عشان نقدم طبيخ على الهوا للناس يا ماما. طيب انا بقى يا ابي هيبقى دوري ايه؟ بصي يا نجلاء، انت هيبقى دورك عباره عن تقديم برنامج اسمه للمراهقات فقط، وده هتتكلمي فيه على اساليب الصياعه الجديده اللي بتحصل لما بتروحي الجامعه انت وصاحباتك وكده، عشان الناس يتفرجوا علينا بقى. بس ده هيبقى اسلوب وحش قوي يا ابي. بقى اسلوب وحش اسلوب حلو انا ما يهمنيش، المهم الناس يتفرجوا عندي على المحطه عشان يعملوا اعلانات واحنا نكسب كتير بقى. بابا طب انا بقى دوري هعمل ايه؟ انا عايزه اقدم برنامج للاطفال واخلي العرايس بتاعتي تطلع معايا. لا يا حبيبتي، العرايس بتاعتك لو طلعت ممكن يتحسدوا وما تلاقيهمش بعد كده، لكن انا بفكر في حاجه كويسه قوي. انا هصورك يا ياسمين وانت نايمه بعد ما الارسال يخلص، عشان الناس يتفرجوا على الوش الملائكي البريد وهو نايم ويعرفوا فعلا ان النوم الظالم عباده. رانيا بالنسبه لك انت ان شاء الله هتبقي مذيعه الربط في القناه. لا يا عادل، انا ماليش دعوه بعربت ايه، انا اصلا بربط روبوت الجزمه بالعافيه، ما انا عايزه حاجه مهمه. يا رانيا انت فاكره الربط يعني ربط جزمه؟ لا يا ماما، لا المساله بسيطه جدا، ان انت هتطلعي قبل اي فيلم قبل اي مسلسل وتقولي هو الانتر تكون مع الفيلم اللي انت هتشوفه كمان شويه، يعني المساله بسيطه جدا يعني. وانت ان شاء الله بقى هتشغلنا كده وتقعد تتفرج علينا. اتفرج عليكوا ليه؟ في واحد صاحب محطة يقعد يتفرج على الحاجات اللي بتتقدم في المحطة. أنا هقدم على الأقل 13 برامج يعني، لأن أنا طبعا صاحب المحطة دي حاجة، والحاجة التانية إن أنا المذيع الرسمي للقناة. طب وإنت بقى يا مذيع الرسمي للقناة ما فكرتش بقى المشاهدين هيتعرفوا علينا كقناة إزاي؟ عامل حساب كل حاجة يا ماما. بصوا آدي الإعلانات اللي هتتوزع على الناس اللي في العمارة. انا باين عندك كده كويس يا سناء. اخلص، انت رايح تتجوز، اخلص. عارفه لولا ان انا عندي تصوير على الهوا كنت زماني فرجتك دلوقتي. يلا خلاصي، 3 2 1. اهلا وسهلا بكل المشاهدين، واول حلقه من برنامجكم المحبوب اللي انتوا بتحبوه من زمان جدا، وهو برنامج العالم من حوالينا. البرنامج ده هتشوفوه عندنا في محطتنا بس، مش هتلاقوه على اي محطه تانية خالص. والبرنامج النهارده بيستضيف مفاجاه من مفاجات العماره عندنا، وهي العالمه المتخصصه في شؤون العماره، في شؤون عماره السعاده، السيده انعام. اهلا وسهلا. طبعا احنا بنقول للسيدة انعام انها منورانا النهاردة في البرنامج بتاعي صراحة يعني، وعايزين نسألها شوية أسئلة من الأسئلة المهمة جدا. وأول سؤال بنوجهه للسيدة انعام، ان احنا استضفناك طبعا نعرف رأيك في الأزمة القائمة بين الحجة أم تيسير اللي في الدور الرابع والحجة أم مربت جارتنا اللي في العمارة اللي في الشقة اللي جنبينا هنا هون على طول، اللي في الشقة اللي قصادها. عارفاهم يا أخوي، عارفاهم، دول جيراننا من زمان من زمان قوي. أمال؟
ايوه طبعا يا امال ايه يا ماما، امال احنا استضفناكي ليه؟ عشان طبعا عارفين علاقتك بالجيران الاحباء والاعزاء وخاصه ام تيسير وام ميرفت، وعايزين نعرف نقول لك ايه رايك في الخناقه. ده انا شفتها دي كانت خناقه ايه، كانت خناقه حلوه قوي 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 قوي، وشوف فرجت عليها كلها من اولها لاخرها، انما ايه يا سلام. يعني حضرتك شايفه بقى كده اهو كده، يعني حضرتك شايفه بقى ان الخناقه دي يا ترى يا هل ترى، وده سؤال يعني كل العماره بتساله، مين اللي غلطان في الخناقه؟ انا اقول ام تيسير اللي في الدور الرابع كانت راجعه من السوق وهي تعبانه قوي، دخلت الاسانسير، ام ميرفت قالت لها استني عندك اوعي تخشي، انت ما دفعتيش في تصليح الاسانسير. طبعا عندها حق، يعني هو تصليح الاسانسير ده بقى يا ترى يا هل ترى بيكلف كام؟ 20 جنيه. لكن تقول ايه، الناس بقت بخيله ايحه. ده صراحه مش بخل، دي عفانه يعني. طبعا الو الو إيه، ايوه معانا تليفون، يا ريت الاستاذه سناء ترد بسرعه. هي الاستاذه سناء دي الشغاله اللي جابها لك بابا؟ طبعا احنا بنعتذر لكل المشاهدين من العماره عن الالفاظ الخارجه اللي ظهرت من سناء، وبقول لكل المشاهدين في العماره انتوا عارفين سناء وعارفين قله ادبها وطوله لسانها. مين معايا؟ بنت المعفنه يا عالم يا ناقصين، ده انتوا بتكملوا عشاك ونوم وبتصحوا وبتفطروا. واضح. الو الو الو، واضح ان الاتصال اتقطع واكيد التليفون مش هيرد تاني لاسباب تقنيه. يعني ايه تقنيه؟ تقنيه يا ماما انا بسمعها كده يعني. عموما في سؤال تاني هنوجهه للست. يا 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 يا، انا عندي طبيخ يا ابني سيبني بقى. وطبعا كل العماره عارفه طبيخ ام عادل عامل ازاي، وخصوصا الباميه وريحتها والدقه بتاعتها. بنتمنى ليكم جميعا وجبه شهيه. أعزائي المشاهدين، مساء الخير. أشهام المرج... حان الآن موعدكم مع فيلم السهرة، الفيلم الأجنبي، وهو من بطولة النجم المكسيكي الأصل المصري الجنسية منشأه ألبرتو خوانو دو لزلاباتا، والنجمة البرتغالية المتفجرة الأنوثة صفينا ولا تغذينا. الفيلم أعزائي المشاهدين من نوعية الأفلام الأكشن، الرومانتك، الكوميدي، السريالي، الموسيقي، ولن تجد مثل هذه الأفلام إطلاقا في أي قناة فضائية إلا على قناتنا دولستا. أعزائي المشاهدين، الفيلم مدبلج طبعا إلى اللغة المصرية. نرجو منكم إن كل واحد فيكم يلم نفسه ويحترم نفسه ويلم عياله من قدام التلفزيون، لأنه الفيلم فيلم شنيع، فيلم عبارة عن مشاهد دم، عنف كثيرا جدا جدا من الرعب والدم والقتل، وسهرة سعيدة مليئة بالكوابيس، وياريت كل وليه تلم السكاكين وإكياس النايلون من المطابخ. مرحبا بيكم وحلقة جديدة من برنامج هنروح فين النهاردة. وطبعا كالعادة، وانا مش عارف ازاي هي كالعادة مع ان دي اول حلقة، لكن كالعادة احنا في مكان بيهم الاسرة المصرية كلها انها تبقى موجودة فيه. اهو خد انتي خد انتي فرصتي بقى. حضرتك عزيزي المشاهد، احنا بنقدم لكم ريستوران مش طبيعي، مطعم مكان تاخد عيالك فيه، تاخد مراتك فيه، تفسحهم تتعشوا مع بعض. المطعم ده مطعم شهير وكبير موت، اسمه دونا وطعمية. هات انا بقى هات انا بقى. وطبعا من داخل مطعم دولة وطعمية بنلتقي مع العمال التعبانين السهرانين العرقانين اللي النهاردة هيقولونا على إحساسهم. الأول نتعرف بيهم، بعد ما تعرفنا بالعمال هنعرف منهم كل واحد رأيه إيه في شغلته اللي هو بيشتغلها. والله أنا عن نفسي حران شوية، زائد إن الدنيا حر شوية. بعد ما تعرفنا على كمية الحر اللي قالها الأول العامل هيمة، هندخل على العامل ميزو. واقرأ من الورقة اقرأ من الورقة اقرأ من الورقة.
الخدمه هنا ممتازه حضرتك، ونحب نشكر هيئه النظافه وتجميل القاهره على المجهود المبذول ده. واحب انا بحب مصر جدا جدا، وبهدلها اغنيه بتحبني لا شك من دول على الفيسبوك. طبعا متشكرين متشكرين. ايوه انا معايا. خدي يا ست خش. عزيزي المشاهد، وبنقدر نشوف قد ايه العامل مهتم كعامل مصري متواضع بشغله وبضيافه الضيوف عنده، وهنشوف ده بشكل عملي مع الزباين. عاوز اتنين فول وثلاثه طعميه بسرعه والنبي. بسرعه ايه يا عم؟ انت مش شايفنا مشغولين وبنصور ومشغولين؟ فوت علينا بكره، 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 فوت. بس 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 فوت علينا بكره. ايه فوت علينا بكره؟ هات الكاميرا عادي، هات الكاميرا وهديله بقى اديله. عايز اسال برضو بالنسبه لنظافه المحل، لان دي بتهم جدا كل الزباين ان هم يخشوا محل ومتاكدين من نظافته. بالنسبه للنظافه، بالنسبه للاكل بتعملوا ايه؟ بتعملوا ايه؟ النظافة من الإيمان. يا سلام، متشكرين قوي على المعلومة دي. بالنسبة للكابتن ميزو إيه بقى؟ أنا حضرتك بنظف المحل 3 مرات في السنة، غير كده بقى أنا بحط كلور على السلطة عشان يبقى نظيفة جدا جدا جدا. ماشي ماشي اتفضل. بالنسبة لك الأكل السلطة بتعمل فيها إيه مثلا؟ أمال يا أستاذ دول، إحنا الطماطم ما بنستخدمهاش إلا لما تكون حمضانة ومعفصة، والمش بقى ما بنقدموش غير بالدوب بتاعه. طبعا بالنسبة لكل المشاهدين، احنا عارفين ان الدود ده مهم جدا، لان الدود يعتبر بروتين موجود في المش، وبروتين مجانا لانه بيقعد ينط كده وبينط. عزيزي المشاهد، احنا مع بعض بقى ايه كلنا في المكان الواسع ده، وبنشوف انه ازاي العمال المجتهدين بيتعاملوا مع الجماهير العديده اللي ماليه المكان. قولوا لي احساسكم ايه والمكان مليان؟ الف سلامه على عليك يا هانم. مكان المليان ده المكان بينش بينش ده انت تستاهل ضرب الجزمه. خش يا عدي، خش 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 بقى امسكي دي. المكان اللي لا مش همسك حاجه، مكان اللي بينش. وبعدين بتقول ايه المش بدودو؟ احنا بنقدم المش، احنا عندنا مش اصلا. انت بتطفش الزباين. بقول لك بعمل اعلان عن المحل جاي بتطفش الزباين. لا كاميرا دايره ولا غيره. اعمل ستوب، اعمل ستوب خلاص. لا 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 صوري. ايه يا جماعه، لغايه دلوقتي الاستوديو مش جاهز؟ احنا 5 دقايق ونبقى على الهوا. اخوانا هوا في نافوخك، هوا لما ياكلك الهوا ده جوه دماغك انت بس يا ابني. ما حدش بيتفرج علينا. مش اشكال حد يتفرج علينا، المهم الاشتراكات اللي احنا مجمعينها. اشتراكات ايه هذا اللي بتتكلم عليها؟ هما كلهم 20 جنيه، 10 من ام طارق و10 من ام تيسير، وام تيسير اخذت ال10 جنيه بتاعتها لما انت حضرتك شتمتها من التلفزيون على الهواء. مش اشكال خالص، كفايه ال10 جنيه بتاعت ام طارق. الحمد لله. وبعدين يا بيبي بصراحه بقى انا تعبت قوي قوي من التمثيل. ايوه بس التمثيل فعلا متعب، ولما الواحد بيقف قدام الكاميرا الحكايه دي متعبه جدا ومرهقه جدا. لكن يا جماعه انا مش قلت لكم الجرس بتاع الباب تعملوه فايبريشن عشان ما يدوشناش واحنا بنصور؟ ايوه وشك حلو عليا يا عدوله. ابن بقى كده مبروك. انا انتقلت الاداره العامه للمصنفات الفنيه قسم وصلات غير شرعيه. ايوه حضرتك، هم معينينك في الشرطه ليه؟ عمال تتنقل من حته لحته ورايا في كل حته. انا عملت ايه المره دي حضرتك؟ يا عدوله تعرف بعدين دي محبه، وبعدين عملت ايه؟ ايه الكاميرات دي وايه الوصلات دي؟ بتعمل ايه عندك؟ لا حضرتك فاكر حاجه غلط. يعني لا ده انا عامل يعني محطه فضائيه. بتعترف ان عندك قناه اسمها ايه عدوله؟ اسمها ايه؟ اسمها حضرتك الدوله سات، بس دي يعني اول قناه، بعد كده ان شاء الله بقى هفتح كذا قناه باذن الله. اجيب لكم وصله في الاسم. لا الاسم عاوزك انت حصريا. ايوه هتوه. ايوه هتاخدوا ابني فين؟ هتودوه فين يا ماما؟ عادي يا ماما، احنا متعودين على كده، كل مره ياخدوه يومين يحبسوه في التخشيبه يسوعوه على قفاه ويرجعوه لنا. طول عمرك نادله يا سناء. بيبي حبيبي يلا. يا جماعه انا هعمل نسكافيه، حد عايز؟ انا عايز.